المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها أعضاء الدفعة 37 للخدمة الوطنية يتوجهون إلى سوا، دعوة لمساهمة قطاعات المجتمع في حد الموارد، حملة تشجير في الإقليم الأوسط. الصين تحذر الفلبين من نشر صواريخ أمريكية. تحالف كواد يعرف عن قلقه من الوضع في بحر الصين الجنوبي. والأمم المتحدة تطلق دعوة عالمية لمواجهة أحراق ارتفاع درجات الحرارة. أهلا بكم مشاهدينا. توجه طلاب الإقليم الأوسط الذين أكملوا الصف 11 إلى ساوة لإكمال الصف 12 وأداء الخدمة الوطنية في الدفعة 37، وتوجه إلى ساوة في الدفعة الأولى اليوم 30 من يوليو 4612 طالب، 59 منهم في المئة منهم طالبات من 15 مدرسة، وكان في وداعهم الجهات المعنية وآلاف المواطنين. وأكد الطلاب على الاستعداد التام ليكونوا مثاليين وتحقيق نتائج طيبة في التعليم والواجب الوطني. وستتوجه الدفعة الثانية من الطلاب البالغ عددهم 4385 طالب من 7 مدارس يوم السبت القادم 3 أغسطس. وكان طلاب أقاليم جنوب البحر الأحمر والقاشبركة الجنوبي وشمال البحر الأحمر وعنسبة قد توجهوا مسبقا إلى سواء. دعا رئيس الجمعية الإريترية لسلامة المرور السيد ستيفانوس هابتيماريام كافة شرائح المجتمع إلى المساهمة في الحد من حوادث المرور. وفي مقابلة مع الرنا قال ستيفانوس أن الهدف الرئيسي للجمعية هو الحد من حوادث المرور، ولتحقيق ذلك يقومون بأنشطة توعية للاستخدام الجيد للطرق. وذكر بأن الجمعية قامت بحملات توعية بين الطلاب للسلامة المرورية وضمان الاستخدام السليم لمعابر المشاة وأحزمة الأمان وتركيب إشارات عاكسة على دراجات الطلاب وأعمدة إنارة في الشوارع في الإقليم الأوسط وتركيب مرآة السلام على طريق أسمرة مصوعة. وأشار إلى تدريب أكثر من 1000 طالب مشارك في حملة التنمية الوطنية بالتعاون مع وزارة التعليم وشرطة مرور الإقليم الأوسط. وقال إن أنشطة الجمعية مقتصرة على الإقليم الأوسط، مضيفا بأن الأنشطة ستتم في باقي الأقاليم بالتعاون مع فروع النقل البري ومكاتب شرطة المرور. ودعا جميع الجهات المعنية بشكل عام والجهات الحكومية بشكل خاص إلى القيام بدورها في الحد من الحوادث المرورية لكونها مسؤولية كل مواطن. وقد تأسست جمعية السلامة المرورية عام 2008 تحت مظلة وزارة المواصلات والاتصالات وتضم أكثر من 1500 عضو. يقوم أعضاء الفرقة العسكرية 24 بأعمال التشجير والحفاظ على المياه والتربة في الإقليم الأوسط منذ أوائل شهر يوليو الماضي. وقد قام أعضاء قوات الدفاع المنظمون على مستوى الألوية ببناء 18,000 متر مكعب من المدرجات الحوضية وقرص 6,000 شجرة في مناطق مايدمنت وعد النفاس ودرفو وبلزا. وقال قائد اللواء الرائد دبروم قبر مدهن أن الهدف من الحملة هو ضمان سلامة البيئة والحفاظ عليها. وذكر المنسقون والمشاركون أنهم سيواصلون عملهم 3 مرات في الأسبوع. وأوضح خبير تنمية القابات بفرع سلطة القابات والحياة البرية في الإقليم الأوسط السيد ميكيل أبراهام أن 95% من الأعمال المخطط لها قد تم إنجازها بالفعل. في غضون ذلك قام أعضاء الفرقة العسكرية 63 ومكتب القانون والنظام في عد أبيتو بتنفيذ أنشطة مماثلة.
فاز الدراج الأوروتي بنيام جرماية الحائز على القميص الأخضر في طواف فرنسا بسباق هولندا المنظم يوم أمس. وقد فاز الدراج بنيام بسباق هولندا لليوم الواحد والمعروف باسم كلاسيك روزيندال بسرعة الفائق التي أظهرها في الأمتار الأخيرة متفوقا على متسابقين مشهورين. ويشارك الدراج بنيام جرماية في مسابقات أولمبياد باريس، حيث جاء في سباق ضد الساعة الذي نظم يوم 27 من يوليو الجاري في المرتبة 29، وسيشارك يوم السبت 3 أغسطس في سباق الطرق لمسافة 272 كيلومترا. استشهد في 29 من يوليو الجاري المناضل الترقي أسفها قبر يسوس عن عمر بلغ 77 عاما جراء مرض ألم به. والتحق المناضل الترقي بصفوف قوات التحرير الشعبية في شهر فبراير عام 1975 وخدم في مرحلة الكفاح المسلح في القوات المقاتلة وجهاز الإدارة الشعبية وجمعية الإغاثة الإريترية بمختلف مستويات المسؤولية. وبعد الاستقلال عمل في وزارة الحكومات المحلية مديرا تنفيذيا في مديريات دقي وعالي القاش وملقي وقونيه. والمناضل الترقي متزوج وأب لثلاثة أبناء. وقد وري جثمانه السرى ظهر اليوم 30 من يوليو في مقبرة الشهداء في أسمراء. وتعرب وزارة الحكومات المحلية عن حزنها لاستشهاد المناضل الترقي أسفها وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه. مشاهدينا نشرتنا تتواصل من الفضائيات الإرتية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. حذر وزير الخارجية الصيني وانغ يي الفلبين من نشر الصواريخ الأمريكية متوسطة المدى، قائلا أن مثل هذه الخطوة قد تغذي التوترات الإقليمية وتشعل سباق تسلح. وخلال اجتماع وزراء خارجية الآسيان في فينتيان عاصمة لاوس، أبلغ الوزير الصيني نظيره الفلبيني إنريكي مانالو بأن العلاقات بين بلديهما وصلت الآن إلى مفترق الطرق، ولا يوجد سبيل لتجنب الصراع والمواجهة سوى الحوار والتشاور. وأضاف وانغ، إذا نشرت الفلبين نظام الصواريخ المتوسطة المدى الأمريكي فسوف يخلق ذلك توترا ومواجهة في المنطقة ويؤدي إلى سباق تسلح، وهو ما يتعارض تماما مع مصالح وتطلعات الشعب الفلبيني. وفي وقت سابق من العام الجاري أرسلت الولايات المتحدة نظام صواريخ تايفون إلى الفلبين في إطار تدريبات عسكرية مشتركة. وقال مسؤول عسكري فلبيني لاحقا أنه لم يتم إطلاقا خلال التدريبات أو أنه لم يتم إطلاقه خلال التدريبات، لكنه لم يذكر أي تفاصيل عن المدة التي سيبقى فيها بالبلاد. أعرب وزراء خارجية الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند بعد اجتماع في طوكيو عن قلقهم البالغ إزاء الوضع في بحر الصين الجنوبي في انتقاد ضمني لبكين، وتعهدوا بتعزيز الأمن البحري في المنطقة. جاء ذلك في بيان مشترك بعد محادثات بين ما تسمى دول كواد الرباعية، دعت فيه إلى جعل منطقة المحيط الهادي حرة ومفتوحة. ولم يذكر البيان بكين بصفة مباشرة، لكنه أشار إلى سلسلة مواجهات مؤخرا بين سفن صينية وفلبينية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه. من جهتها طلبت بكين من الولايات المتحدة واليابان الاثنين التوقف فورا عن التدخل في شؤون الداخلية للصين والتوقف عن اختراع أعداء وهمين، حسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان. وقال لين أن دول الرباعية تتعمد خلق التوتر وإثارة صراع وعرقلة تنمية الدول الأخرى. ويجري بلينكن جولة دبلوماسية في منطقة آسيا والمحيط الهادي تهدف إلى تعزيز تحالفات واشنطن وشراكاتها في المنطقة. أطلقت الأمم المتحدة دعوة عالمية للعمل من أجل الحد من عواقب ارتفاع درجات الحرارة. ولفت أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات له إلى أن أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الماضية شهدت تحطيم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة العالمية وفقا لبيانات صادرة عن خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي. ونبه غوتيريش إلى أن درجات الحرارة القصوى
أصبحت الآن قضية عالمية مستمرة وليست حوادث معزولة، وقد أدت موجات الحر إلى عواقب وخيمة. وقال الأمين العام أن الحرارة الشديدة تمزق الاقتصادات وتوسع عدم المساواة وتقويض أهداف التنمية المستدامة، مضيفا الأرض تصبح أكثر سخونة وخطورة على الجميع في كل مكان. أفادت وسائل إعلام هندية بوفاة 19 شخص على الأقل بعد عدة انهيارات أرضية في منطقة جبلية بولاية كيرالا في جنوب الهند، فيما تعرقل الأمطار الغزيرة جهود الإنقاذ. ورجح تقرير الإنديان إكسبريس أن يكون المئات محاصرين وأن يكون ما يصل إلى 19 شخص بينهم طفل لقوا حتفهم. وأظهرت لقطات تلفزيونية المياه تتدفق عبر الصخور والأشجار المتساقطة وانهيار العديد من المنازل. وقال مكتب رئيس وزراء ولاية كيرالا في بيان أن جهود الإغاثة مستمرة مع إرسال طائرتي هليكوبتر تابعتين للقوات الجوية الهندية. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. أعضاء الدفعة 37 للخدمة الوطنية يتوجهون إلى سوا. دعوة لمساهمة قطاعات المجتمع في الحد من حوادث المرور. حملة تشجير في الإقليم الأوسط. الصين تحذر الفلبين من نشر صواريخ أمريكية. تحالف كواد يعرب عن قلقه من الوضع في بحر الصين الجنوبي. والأمم المتحدة تطلق دعوة عالمية لمواجهة عواقب ارتفاع درجات الحرارة. مشاهدينا، انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم إلى ما كنتم من الأفلام.